بهدف واحد لكل منهما. حبادي لبياني كويس لكن بوقعه المتنقون والحكم لا يتردد في التأشير للبقعة اللي بتتنفذ منها ضربة الجزاء البنالتي. ضربة الجزاء وراها درخشان لكن اللي بيعملها شاروخ بياني وبسدد شاروخ بسجل الهدف الأول لإيران ضد سنغافورة في الدقيقة 12 من الشوط الثاني. لأنه بياني اللي نفذ الضربة هو اللي أوقع داخل منطقة الجزاء. واحد بلا شيء لصالح إيران ضد سنغافورة. فاستنى لمرزوقي. مرزوقي بيحول تحويلة حلوة لكن ميراكوري بالهواء وهذا الجول. الجول من نمرة 5 ناصرون. نمرة 8 نمرة 18 رفع علي سعد. هدف غير متوقع هدف التعادل. ميراكوري لأول مرة بشوفه مش واثق من القفزة بتاعته في الهواء ورضا علي سعد بيسجل بالرأس على يمين الحارس الإيراني في الدقيقة 17.